كيف ما شفتوا عشتوا معنا عامل صاحب الجلاله على عمله مكناس، عطى انطلاقه ديال واحد المجموعه ديال الحافلات الجديده اللي وضعتها الشركه ديال النقل سيتي بيوس في اطار دفتر التحملات، واللي جات باش تعزز مجموعه من الخطوط، جات باش تعزز مجموعه من الطلبات ومجموعه من الاحتياجات اللي الساكنه المكناسيه كانت كطالب بها، واللي الحمد لله اليوم يعني واحد الجزء مهم منها تم يعني استجابه ليه باش اننا نكونوا عند حجن الساكنه ديال مدينه مكناس. انطلاقه ديال مجموعه من الحافلات الجديده اللي الشركه وضعتها في اطار دفتر التحملات، واللي هذه تعزز مجموعه من الخطوط وسط مدينه مكناس، وكذلك هناك واحد الخط اللي كيربط بين مدينه مكناس وكذلك بلديه ويسلان، واللي هو خط جد حيوي اللي ان شاء الله هذه يعني هذه يخفف من الضغط على الاحتياجات فيما يخص النقل، وهادو يعني مرحلة أولى، هناك مراحل أخرى إن شاء الله باش هذه تكون حافلة جديدة باش أن هذه الإشكالية ديال النقل يعني نحاول نحلوا المشكل ديالها يعني بصفة يعني نهائية باش نكونوا عند حسن الساكنة ديال المدينة.